والصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وإن استقيموا يعني على الطريق، القراء يعني العلماء طلبة العلم، إن استقيموا على دين الله فإذا استقام الأول فقد سبق سوقا بعيدا، وإن حادوا يمينا وشمالا فقد ضللا بعيدا. فالواجب التمسك بما شرعه الله، والحذر مما ذم الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكونوا على الطريق ولو مقتصدا، ولو مع الأبرار المقتصدين، خير من كونه يسلك الطرق المنحرفة عن الهدى لأنها تضله وتبعده عن الله عز وجل. بل صاحب الهدى وإن ظلم نفسه ببعض المعاصي على طريق النجاة، لكن من سار على غير الإسلام وابتغى في الإسلام سنة جارية فهو في طريق الهلاك، نسأل الله العافية.